النهارده الاضراب كخطوه اولى بيتخذها الصحفيين الميدانيين والمصورين الميدانيين اعتراضا على الانتهاك والاعتداء الذي يقع على الصحفيين والمصورين الميدانيين. بنوصل فيها رسالتنا وبنعرض فيها مطالبنا. بدأنا بوقفة صامتة على سلالم النقابة، أعقابها إلقاء بيان أجمع عليه الصحفيين والمصورين. وكان طبعا بنشكر ومحدش يقدر ينكر تضامن شعبة المصورين داخل نقابة الصحفيين معانا بشكل قوي وبشكل كامل ودعمنا. الإضراب زي ما قلنا إن لنا عدة مطالب، أولها فتح باب التحقيق في مقتل أكثر من 12 صحفي وصحفية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، الإفراج عن كافة المعتقلين الصحفيين أيا كان انتمائهم، إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بعرض لوائح الفصل والجزاءات، إلزام المؤسسات الصحفية بالتعويض الكامل عن الأضرار التي تلحق بالصحفيين والمصورين الميدانيين وتكسير معداتهم والأضرار المادية والجسدية، إلزام المؤسسات الصحفية بتوفير دورات الحماية والسلامة للصحفي، وإلزامهم بلوائح الصحفيين المتدربين بالتعاقد مع الصحفيين المتدربين بعد 6 أشهر كحد أقصى للتدريب، وأخيرا تفعيل جدول المنتسبين داخل نقابة الصحفيين. دي معظم مطالبنا النهاردة. إذا لم يتم تنفيذها هيكون في بعض الخطوات التصعيدية بعد الرجوع لزمايلنا، وهيكون في قرار جماعي التصعيد هيكون شكله إيه. الواقي ممكن يكون ما هو مش حل برضو كافي. الواقي مجرد حاجة في الرأس، يعني ميادة وقتلت بالرصاص في الرأس، يعني هننزل وهنتكلم وهنحاول نوفر حماية، بس ده مش حل كافي. يعني لابد أن يكون في حل كافي يضمن حماية الصحفي بجد. مش بس وقفتنا النهاردة، يعني احنا بنقول حتى بقالنا ذكرنا يا جماعة احنا كصحفيين ومصورين ميدانيين ملناش علاقة وما تحطوناش في طرف في الصراع اللي دائر ما بين بعض الاطراف داخل الدولة. احنا مش طرف في الصراع بتاعكم. احنا مجرد ناس شباب صحفيين بننزل بننقل حدث، بننقل وقفة، بننقل مظاهرة، بننقل اشتباكات. احنا ناس بننزل نصور. وبرضو ابدينا في البيان اعتراضنا على السياسة اللي بتتخذها بعض او بتتبعها بعض المؤسسات الصحفية او الوسائل الاعلامية في الانحياز لاي طرف ما ايا كان مين هو. لكن احنا مش طرف في الصراع الدائر. ما احنا مجرد شباب بننزل نشتغل بنأدي عملنا. وبرضو عندنا اعتراض على اي خطاب للاستقطاب واي خطاب للعنف. فارجو من برضو كافة المتظاهرين وارجو ان هم يتوخوا الحذر في التعامل مع الصحفيين والمصورين الميدانيين. احنا مش طرف في الصراع، والله احنا مش طرف في الصراع. برضو بندين الاعتداء والانتهاكات التي تمارس من جانب قوات الامن في حق الصحفيين. الاطراف كلها مشاركة في الانتهاك اللي بيحصل لاي صحفي ايا كان جهات امنيه، متظاهر، ايا كان، هم مشاركين في الانتهاكات اللي بتحصل لنا. انا محمد حنف الشنتراوي، منسق حركه ثوره الصحفيين غير معينين. النهارده احنا موجودين في نقابه الصحفيين، ودي اول خطوه جيده من النقابه تجاه الصحفيين الغير معينين او الغير مقيدين بجدول النقابه، ان هي سمحت لنا ان احنا نبقى موجودين بنعمل اعتصام جواها. فانا بشكل شخصي بشكرهم، بشكل شخصي بشكر مجلس النقابه وكل القائمين عليها في الجزئيه دي فقط. يعني انا بتكلم على ان النقابه بكل كوادرها سمحت لنا بدوت. وبالمناسبه انا كان في اتصال بيني وبين النقيب امبارح عشان الموضوع دوت، وكان قبليه اتفاق مع استاذ خالد البلشي ومع استاذ عبير السعدي ومع استاذ كارم. يعني انا متواصل معاهم بشكل مباشر علشان نحقق المطالب بتاعتنا بشكل اسرع. النقابه فيها كميه مشاكل ضد الصحفيين الغير معينين او الغير مقيدين بجداول النقابه كلنا عارفينها، مش محتاجين ان احنا نحكي عليها كتير. لكن احنا بنحكي ان احنا بدأنا نتارجت حاجات، اهمها ان احنا هنبدا حمله توقيعات. حركه ثوره الصحفيين غير معينين هتبدا حمله توقيعات من الصحفيين العاملين في المجال الاعلامي في الصحف تحديدا الصحف الورقيه. هنبدا حمله توقيعات بتطالب النقابه بتدخل لحمايتهم من تغول المؤسسات الاعلاميه الخاصه اللي بتستغل وجودهم فيها. عندنا مجموعة كبيرة قوي من المؤسسات الصحفية بتستعبد او بتسخر الصحفيين على امل ان هم هيدخلوهم النقابة بعد شوية.
هنا دور النقابه يقبع في ان هو لابد ان يحمي هؤلاء الصحفيين عن طريق تفعيل قانون الانتساب اللي هو موجود او بند الانتساب اللي موجود في القانون الصحفي او في اللائحه الداخليه، لابد انه يتم تفعيله مع تخفيف اجراءات الانتساب للصحفيين الغير معينين او الغير مقيدين بجداول النقابه، ومش مفيش صله تعاقد رسمي بينهم وبين المؤسسات اللي هم بيشتغلوا فيها، غير ان هو اسمه بينزل على المقال اللي بينشر على التقرير او التحقيق او التغطيه اللي بيتم نشرها لهذا الصحفي. كمية المشاكل كبيرة قوي، بس لابد ان احنا نفهم جزئيات معينة، اهمها ان احنا عندنا مشاكل في القانون بشكل عام، مشاكل في ادارة الدولة، عندنا مجلس الشعب لابد انه لما يجي ويبقى مجلس ربنا يستر علينا منه يعني يناقش تعديل قانون الصحافة اللي اتوجد في سبعينات القرن الماضي ولا يلبي احتياجات العمل الصحفي النهاردة. قانون اتوجد في ظل عدم وجود صحافة خاصة، النهاردة في صحافة خاصة تستعبد الصحفيين، عندي صحافة حزبية في بعض الصحف الحزبية بتستعبد الصحفيين على امل ان هم يدخلوهم النقابة فيما بعد، واصبح المشكلة انه بيتم تسييس الصحفي علشان يقدر ياخد اجره. الحاجة التانية ان احنا بنطالب الصحفيين الشباب بقى اللي هم زمايلنا، يا جماعة لابد ان احنا نقف كلنا وقفة واحدة، ايد واحدة، علشان مش عايزين يحصل تغول علينا اكتر من كده. ما تسيسوش، ما تسمعوش كلام رؤساء التحرير اللي يقول لك اسمع الكلام واكتب اللي انت عايزه ونطبل اللي دوت ونزمر اللي دوت، علشان بعد شوية هقدر انخلك عشان هيجي لي اعلانات. الاعلان في كل الدنيا بيجي على القراءة، والمواطن المصري اصبح مواطن ناقد بعد 25 يناير والموجة الثورية الثانية منه في 30 يونيو. المواطن بقى عنده ادراك قوي جدا لما يقرأ، وبالتالي ما تخافش من اللي يقولك ان الاعلانات هتقل لما تكتب اللي انا مش عايزه، لا، الاعلانات هتزيد لو انت كتبت الحقيقة. ولازم نتحد، لازم نقف مع بعض، وبلاش نتفرق، بلاش يحصل فينا اللي حصل في ائتلافات شباب الثورة اللي شفناها وفي الاخر ما بقاش فيه ثورة. شكرا. انا اسامة امام صار صح. احنا في حالة اضراب عن تصوير الاشتباكات وعن تصوير المظاهرات كل يوم جمعة، للأسف بنتعرض فيها الانتهاكات كتير جدا، بنتعرض فيها القتل، بنتعرض فيها لسحل والاعتقال، وطبعا ده نتيجة موقف النقابة السلبي، ونتيجة ان المؤسسات بترمي الناس، يعني بترمي الناس في قلب الاشتباكات دي، وللأسف الناس ما بتبقاش لا مأمنة نفسيها، وللأسف الناس بتبقى مطالبة ان هي تجيب شغل، مطالبة ان هي تجيب اي عمل، واحنا بنضغط على نفسنا، ولكن بالتالي احنا مش معانا ادوات الحماية بتاعتنا، وحتى لو معانا ادوات الحماية بتاعتنا فللأسف الداخلية في نفس الوقت بتتعامل مع ادوات الحماية دي بان هي حاجة حرز، او بتتعامل معاها ان هي حاجة مخالفة للقانون، فبيتقبض علينا بسببها، وبنتحول للتحقيق باربع خمس ساعات، وفي ناس ممكن تتمسك وتتحول للنيابة. فاحنا النهاردة بنطالب، محتاجين نقابة تلزم المؤسسات الصحفية بان هي تجيب ادوات الحمايه، وتدي للناس دورات تدريبيه للسلامه المهنيه، عشان خاطر اي مصور او اي محرر يقدر ينزل الشبكات يبقى محافظ على نفسه. احنا من 25 يناير ومتنا لحد النهارده حوالي 12 صحفي، ال 12 صحفي دول لا هم نازلين تبع تيار سياسي ولا هم نازلين تبع حاجه، هم نازلين بيأدوا شغلهم، حتى هو نازل بيأدي شغله المهنيه، حتى لو المؤسسه بتاعته كانت ضد فصيل سياسي معين او ضد اي جهه موجوده في الشارع. فالصحفي ده بيقوم بدوره حتى عن نتيجه صفحات التواصل الاجتماعي عنده، وبيقوم عن طريق الـ 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 يعني عن طريق الامكانيه ان هو يقدر يطلع المعلومات اللي عنده بشكل كويس. يعني المظاهرات هو ال 100 واقي هم اللي كانوا اتصدروا من المصورين بالمناسبه، هم جايين يعني، هو النهارده كان احنا المصورين زمايلنا كانوا بيجوا بالحاجات دي وكانت بتتصدر منهم نتيجه ان ملهاش تصريح جوه. فاحنا النهارده مش فكرتنا في 100 ولا في 200 ولا 300، احنا فكرتنا في حاجه الزاميه تلزم النقابه، تلزم الداخليه بان هي تطلع لنا تصاريح للحاجات دي، ممكن واحد فينا يجيبها، او ممكن مؤسسات تجيبها، او ممكن النقابه نفسها تجيبها، احنا مش عايزين حد يدينا حاجه.